معنا هاتفيا من فيينا الصحفي العراقي أوس المختار. مرحبا بك أوس، كيف تقرأ هذه الأرقام التي ظهرت في تقارير عديدة عن الضحايا المدنيين في معركة استعادة الموصل؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الحقيقة ورحمة الله. هذه الأرقام التي كشفتها هذا اليوم الأسوسييتد بريس التي تشير إلى أن عدد الضحايا الحقيقيين يتجاوز 10 أضعاف ما أعلنه التحالف الدولي يؤكد حجم المأساة الإنسانية التي تعرض لها الجانب الغربي من مدينة الموصل. بعد حصار أشهر وقصف عشوائي بالطائرات والمدفعية، الآن بأرقام حقيقية تتبلور لنا حجم المأساة الإنسانية لهذه العمليات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إيران. فقط أشير في تقرير Associated Press إلى أن عدد الضحايا المدنيين من نساء وأطفال من قبل تأثير قصف الطائرات الأمريكية يتجاوز 3000 مدني، فما بالك لما قام به ما يسمى بالجيش العراقي والميليشيات من عمليات قصف فقط التحالف الدولي. نعم، ومن ثم عمليات تطهير عرقي للمدينة وعمليات انتقام. يعني ما رأيك باتهام منظمة هيومن رايتس ووتش التحالف الدولي بعدم تحقيق في هذه القضية بشكل جدي في أعداد الضحايا؟ كيف يحقق التحالف الدولي في جريمة هو أحد الأقطاب الرئيسية التي ساهموا فيها؟ التحالف الدولي هو من يقود الميليشيات العراقية ويوجه الميليشيات العراقية وما يسمى بالجيش العراقي، لذلك من غير المنطقي أن يحقق التحالف الدولي بجرائم هو من ارتكبها. هذا اليوم التقى وزير العدل العراقي، ما يسمى بوزير العدل العراقي، بالسفير الأمريكي في بغداد، وقبل يومين نفس هذا وزير العدل قام بعملية إعدام جماعي لمعتقلين في سجن الناصرية. فأي عدالة وأي حقوق إنسان نترجاها من التحالف الدولي أو الولايات المتحدة أو حتى الاتحاد الأوروبي؟ هناك اتهامات لميليشيا الحشد بقتل مدنيين في معركة استعادة الموصل، هل يمكن إثبات هذه التهم لميليشيات الحشد؟ لا حاجة لإثبات هذه التهم. اليوم مراسل روسيا اليوم من داخل مدينة الموصل يتجول داخل المدينة ويقول إني أشم رائحة الموت، وهو واقف بجنب سماهم 4 إرهابيين، جثث 4 إرهابيين ملقية على الأرض بعد أشهر من ما يسمى بتحرير مدينة الموصل. قال إن هؤلاء الإرهابيين هما امرأتان وطفلان. فتخيل بعد 4 أشهر من تحرير ما يسمى تحرير مدينة الموصل، رائحة الموت تمتلئ المدينة بكل أزقتها وبكل شوارعها. فالانتقام والقتل والاضطهاد والتهجير هي سمة المرحلة في عراق ما بعد 2003. وليس في الموصل فحسب، يعني في إطار الحديث عن انتهاكات ميليشيا الحشد هناك أنباء عن احتجاز هذه الميليشيا 480 مواطنا من منطقة الصقلاوية غربية بغداد، هل باتت هذه الميليشيا فوق الدولة؟ هذه الميليشيا مع الأسف يعني تتمتع بغطاء دولي وتتمتع بغطاء قانوني وتتمتع بغطاء ما يسمى ديني. فهذه الميليشيا تشول وتصول وتجول في حتى شتى أرجاء العراق، من شمال العراق حتى جنوبه، وتقوم بما ترغب به من أعمال انتقام وأعمال قتل. عشرات بل مئات القرى العراقية هجر سكانها وعذب شبابها وصفي شبابها. لا زال مأساة العراق يمكنك أن تراها في معسكرات اللجوء داخل العراق ومخيمات اللجوء داخل العراق بعد سنوات مما يسمى تحرير مدن هؤلاء المساكين من 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 العصابات الإرهابية. شكرا جزيلا لك هاتفيا من فيينا الصحفي العراقي أوس المختار.